من القاهرة أرحب في هذه المساحة بالأستاذ خالد داوود مدير تحرير الأهرام ويكلي. أهلا بك أستاذ خالد. ثم ونحن نعلم يعني تاريخيا في متابعة الانتخابات الأمريكية أن معظم التقاليع الانتخابية بتخرج من الولايات المتحدة الأمريكية، ليس جديدا أن يسخر منافس من منافس آخر في مسار الانتخابات، لكن هل أنت متفاجئ من هذه المدرسة التي يتبعها جو بايدن؟ لماذا برأيك لجأ بايدن إلى هذا الأسلوب وهذا التوجه في التعامل مع أتراب مدرسة السخرية واستخدام النكات؟ نعم أستاذ ياسر، مساء الخير. أولا سلام. يعني في الواقع الاحتفال السنوي الذي يقام لمراسلي البيت الأبيض منذ سنوات طويلة في الواقع يحاول فيها الرئيس الأمريكي الحالي والرؤساء السابقين أن يبدو أنهم يتمتعون بخفة ظل ما، وبالتالي يعني عادة ما يتم إلقاء النكات ويعني الحديث بشكل ساخر عن الواقع السياسي الذي يعيشونه أو في انتقاد منافسيهم، ففي هذا الصدد لا يعتبر ما قام به بايدن يعني جديد نسبيا من ناحية محاولة بث روح الفكاهة في هذا العشاء الذي يعقد كل عام لمراسلي البيت الأبيض. ولكن يعني ربما المختلف بعض الشيء هذه المرة أن الرئيس بايدن في يعني على مدى الشهور الماضية كان دائما ما يوصي أو يطلب من مساعديه ألا يعلقوا على المشاكل القانونية الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب أو حتى يهاجموه بشكل شخصي على اعتبار أن ذلك نوع من أنواع الترفع من قبل الرئيس الحالي. ولكن في ضوء استطلاعات الرأي الأخيرة التي تحدثت فيها مع الأستاذ ياسر مراسل قناة القاهرة من نيويورك، يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي بدأ يشعر بالقلق وقام هو شخصيا بمهاجمة ترامب بالاسم والإشارة له باسم دونالد، ليس فقط من ناحية يعني فارق السن بينهما والقول أنه هو رجل ناضج بينما هو ينافس رجل يبلغ من العمر 6 أعوام أو طفل في الواقع يبلغ من العمر 6 أعوام، ولكن حتى في الإشارة إلى المحاكمة التي تجري لدونالد ترامب في نيويورك بخصوص قيامه بدفع أموال لإسكات ممثلة إباحية لكي لا تكشف عن العلاقة بينهما وهي اسمها ستورمي دانييلز، فقال بايدن في خطابه أمام مراسل البيت الأبيض أن السيد ترامب يواجه أيام عاصفة وهي ستورمي هي باللغة العربية يعني عاصفة، وذلك في إشارة أخرى للسخرية إلى اسم هذه الممثلة الإباحية، وأيضا قوله أنه عمليا لا يوجد فرق كبير في العمر بين بايدن وترامب، ترامب يبلغ من العمر 81 عام عفوا بايدن يبلغ من العمر 81 عام ترامب يبلغ من العمر 77 عام، وأشار بايدن إلى ذلك في القول أنه السن بينهما أمر مشترك، ولكن الفارق أن نائبة الرئيس الحالي كاميلا هاريس تدعم الرئيس بايدن بالطبع، بينما طبعا مايك بنس نائب الرئيس في عهد ترامب لا يدعمه وانتقده، وطبعا هناك حالة من العداء الكبير بين ترامب ونائب الرئيس السابق مايك بنس، لأن مايك بنس رفض توجيهات ترامب بعدم اعتماد نتيجة انتخابات 2020 وإعلان فوز بايدن. فبالتالي يعني كان بشكل عام الهجوم مباشر وشخصي وحاد، ربما بسبب استطلاعات الرأي هذه التي نشرت أمس والتي أشارت إلى تقدم مقلق بالفعل لصالح الرئيس السابق ترامب، يعني يفوق 3 أو 4 نقاط، نحن الآن نتحدث ربما عن فرق يصل إلى 6 نقاط، وكذلك ما ظهر من أن القاعدة الانتخابية للرئيس ترامب هي قاعدة صلبة، 92% من الجمهوريين راضين عن أداء ترامب ويرون أنه كان رئيسا ناجحا، بينما 72% فقط من الديمقراطيين يرون أن بايدن كان أداؤه ناجح وأنهم راضين عن أداؤه. أستاذ خالد، يعني في إطار نفس الفكرة وسريعا لأن سننتقل إلى نقاط أخرى، طبعا جو بايدن استعان كما هو معلن بجيفري كانزبرغ أحد أقطاب هوليود، هل المسألة كانت تسير في يعني في المرشحين في عهود سابقة بشكل عفوي تلقائي، أم أنه أيضا كان يتم الاستعانة بمثل هذه الرموز، وما أهمية فعلا الاستعانة بواحد من هؤلاء المؤثرين جدا في هوليوود؟ نعم، يعني اسمح لي أن أقول لحضرتك يعني حتى من خلال خبرتي كمراسل سابق للأهرام في واشنطن على مدى 9 أعوام أن أي خطاب أو أي يعني تصريحات يدلي بها الرئيس الأمريكي عادة ما تكون نتيجة
لنقاشات مفصلة بين فريق عمل، ولا تكون الأمور تترك للمصادفة، خاصة بالنسبة للرئيس بايدن المعروف عنه أنه يعني يتلعثم في الكلام وينسى ويطلق صفات على أشخاص، أو يعني يشير إلى رئيس ما وقد يعني وفته المنية كما حدث مع هيلموت كول المستشار الألماني السابق، أو أحداث يعني شبيهة أخرى كثيرة. فبالتالي الاستعانة بنجوم كبار من هوليوود أو من غيرها لكي يحيكوا له هذه النكات ولكي يبدو أنه لديه روح فكاهة هو أمر متعارف عليه، وفي الغالب تم التدريب عليه عدة مرات قبل أن يقف بايدن أمام مراسلي البيت الأبيض لكي لا يقع في تلك الهفوات التي يعني تزيد من شكوك الأمريكيين في قدراته على أداء مهمات الرئاسية. على ذكر الهجوم والهجوم المضاد في سياق آخر أيضا، الرئيس السابق دونالد ترامب وصف المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي، وصفه بأنه نبتة ديمقراطية. في السياق أيضا لابد من الإشارة إلى أنه روبرت كينيدي استطلاعات الرأي تقول أنه يتقدم أو هناك تنامي في شعبيته. هل فعلا تعتقد أن ترامب يخشى بأي درجة من الدرجات هذا التنامي لشعبية روبرت كينيدي؟ يعني اعتقد انه يعني وجود شخص مثل كينيدي الجونيور امر مقلق منذ ان اعلن ترشحه، واستطلاعات الراي تفيد انه يحصل على نسبه معتبره نحو 16% من اصوات الناخبين الامريكيين، وكان هناك جدل هذه الكتله عندما تصوت هل ستضر بالرئيس الحالي بايدن بصفه ان كينيدي جونيور هو اصلا يعني ينتمي بالطبع لاسره ديمقراطيه، ام انه سيضر بالرئيس السابق دونالد ترامب. ووفقا لاخر استطلاعات الراي التي تم نشرها خلال نهايه الاسبوع الماضي، فان يعني ناخبين كينيدي جونيور قالوا انه لو لم يكن يوجد كينيدي في التذكره الانتخابيه فان ربما أكثر من النصف سيقومون بالتصويت لصالح دونالد ترامب مقابل التصويت لصالح بايدن، وربما هذا هو ما يفسر هذا الهجوم الحاد من قبل ترامب على كينيدي جونيور. وحتى يعني كلمة جونيور تعني الأصغر أو الصغير، وهو استخدمها كنوع من أنواع التقليل من شأن كينيدي جونيور، والقول بالفعل كما أشرت أنه نبتة ديمقراطية، وأنه يعني قد يرجح كفة أحد المرشحين، ولكن في الغالب لو لم يكن يعني كينيدي جونيور موجود على التذكرة الانتخابية فإن الناخبين سيتجهون أكثر نحو ترامب. وشهدنا أيضا هذا الهجوم الحاد من ترامب على المرشحة التي انتقاها كينيدي جونيور لمنصب نائب الرئيس، والقول أنها مجرد شخصية غير معروفة وأنها مجرد شخصية ثرية كانت متزوجة من الذي يعني منشئ موقع جوجل، وأنها حصلت على أموال كثيرة منه ودفعت بالفعل 2 مليون دولار لصالح حملة كينيدي جونيور، وأنها فعمليا هي أكثر ليبرالية منه. وبالتالي يجب على الناخبين الأمريكيين المؤيدين لترامب أن يفكروا جيدا قبل أن يمنحوا صوتهم لكينيدي جونيور، وهو شخصية مثيرة للجدل بالفعل بسبب نظريات مؤامرة كثيرة يؤمن بها، إلى جانب أن عائلة كينيدي يعني تاريخيا قالت أنها تدعم الرئيس بايدن، وقاموا بالتقاط صورة تذكارية معه في البيت الأبيض ليعلنوا أنهم لا يؤيدون كينيدي جونيور في هذا الترشح، وأنهم يرغبون أن يرون بايدن يفوز بفترة رئاسية ثانية. نعم، من التطورات اللافتة أيضا أستاذ خالد داود أن المرشحة الرئاسية عن حزب الخضر جيل ستاين كما تعلم تم اعتقالها أثناء مشاركتها في المظاهرات المؤيدة والداعمة للفلسطينيين في جامعة واشنطن، أيضا تم اعتقال مدير حملتها وعدد من أفراد الحملة. إلى أي درجة تعتقد أن هذا التطور ربما سيسهم بأي شكل من الأشكال بأي درجة من الدرجات في تأييد هذا القطاع المهم في الولايات المتحدة الأمريكية، قطاع الشباب لها؟ نعم، يعني حضرتك جيل ستاين ينطبق عليها نسبيا ما ينطبق عليها روبرت كينيدي، لأنها عمليا في الانتخابات السابقة كانت دائما ما يعني تخوض هذه الانتخابات كمرشحة مستقلة، ولكن تحديدا في انتخابات العام 2016 رغم أنها لم تحصل سوى على 1% من الأصوات على المستوى القومي في الولايات المتحدة، ولكن الولايات التي حصلت فيها على الأصوات الخاصة بها كانت كافية لإلحاق ضرر كبير
بالمرشحه السابقه عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وبالتالي هناك دائما ذلك التخوف لان الانتخابات كما تعلم في الولايات المتحده تقوم على اساس نظام المندوبين في المجمع الانتخابي، ولكن التصويت داخل كل ولايه، الفائز بالتصويت الشعبي يحصل على كل الاصوات الخاصه بهذه الولايه في المجمع الانتخابي، وبالتالي اذا تمكنت جيل ستاين من تحقيق نفس هذا الإنجاز في انتخابات نوفمبر المقبل، فمن المؤكد أن ذلك قد يلحق ضررا بالفعل بجو بايدن، خاصة في ضوء استطلاعات رأي الأخيرة التي أستاذ خالد وأنت معنا الآن على الهواء، يعني فقط أحيطك علما بأن نحن نعرض هذه اللقطات لتعامل الشرطة واعتقال المرشحة الرئاسية بشكل عنيف غير مفهوم غير مسبوق، بتعتقد أنه دي سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل هذا التعامل؟ هو هذا الكم من الوحشية عموما الذي يعني تتبعه الشرطة الأمريكية في التعامل مع الطلبة وفي التعامل مع الأساتذة، هناك صور بشعة لرجال الشرطة يلقون بأساتذة جامعات يعني متقدمين في العمر على الأرض ويقومون بتكبيلهم، كل هذه الأمور تضر بالرئيس بايدن في هذه الحالة، وخاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير أن ربما 82% من الشباب الأمريكي أقل من 35 عاما غير راضين عن سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحديدا، ومن المؤكد أن وجود جيل ستاين في وسط الطلبة والتعامل معها بهذا العنف سيزيد من فرص حصولها على الأصوات في الانتخابات المقبلة، وهو ما يهدد بايدن بشكل رئيسي. أشكرك يا أستاذ خالد جدا على هذه الإضاءات، خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي من القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك.